هواي صانعين بالليزر العلاجي. اليوم خلينا نفهم فكرته. يتفاعل الليزر مع الجلد، لكن طاقته تنتقل الى طبقات الانسجه العميقه، وهذا راح يسبب تغييرات خلويه تؤدي الى 3 آثار علاجيه مختلفه. التاثير على الاعصاب من خلال الفوتوميكانيكال ويف، وهذا راح يؤدي الى تخفيف الالم. تاثير على الدوره الدمويه وجلب اكسجين اكثر للمنطقه من خلال التحفيز الحيوي. اما التاثير الثالث فهو تاثير حراري عن طريق تراكم طاقه الليزر في المنطقه المعالجه. الليزر بالعادة يحتوي على مودين النبضي والمستمر، بس ليزر BTL يحتوي على مود ترينجولار ليعالج ذوي البشرة السمراء بكفاءة عالية. مولد ليزر BTL يعمل بطول موجي 1064، وهذا طول موجي الأمثل علاجياً. ممكن إضافة السكانر سيستم للليزر ليعالج تلقائياً ومزود بكاميرا حرارية لضمان العلاج الآمن للمنطقة المصابة. الجهاز متوفر لدى شركة إبلال الوكيل الحصري لشركة BTL البريطانية.